دعته امرأة، ايش قال لها؟ قال إني أخاف الله. هذا يجي يوم القيامة لأنه صدق الله في ذلك الموقف وخاف من الله، اجعله الله تحت ظل عرشي يوم لا ظل إلا ظل. شيخ نايف، وهذا الرجل تشبه بمن؟ تشبه بيوسف. أولئك آبائي فأتيني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. هؤلاء إخواني، هؤلاء الذين نقتدي بهم كما قال الله، أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتدي. الله عز وجل أمرنا أن نقتدي به. يا أخواني، يوسف عليه السلام الله عز وجل يقول: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب. وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. أنا تهيأت من أجلك، أنا لبست عشانك، أنا زينت عشانك يا يوسف. وقالت هيت لك، قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. أزيدكم يا أخواني، ربما يغفر عن الكثير. يوسف عليه السلام مو بس امرأة العزيز التي دعته إلى نفسها، لا، نساء المدينة كلهم. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا، إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت، سمعت الحريم يتكلمون فيما بعد، العصرية يفصصون كذا ويتكلمون: شفتوا مرأة العزيز تراود يوسف عن خاتم حقك عن نفسي، أعوذ بالله. وقاموا يتكلمون، قامت هي سوت جمعتهم: تعالوا حياكم الله عندي في البيت. فلما سمعت بمكرهم أرسلت إليهم وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. يوسف عدي بس من جنبه كده، خليهم يشوفونك. فقالت اخرج عليهن، فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت، وقامت كذا ووقفت أمام الحريم وقالت: قالت لذلكن الذي لمتنني فيه. أنا شفتوا كيف جماله؟ ما تقدر تلوموني دحين من جماله إني أنا أدعوه. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. استعصم بالله لأنه يحب الله فاستعصم، فإن لم يفعل ما أمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. إيش قال؟ قال خلاص، أنا كل نساء المدينة حولي، أنا مقدر، أنا مقدر، أنا هزموني خلاص. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. الله أكبر. أسجن ولا أغضبك، أعيش في السجن ولا أغضبك يا ربي يا رحيم. عاش في السجن سنين، عشان إيش؟ عشان يرضي الله عز وجل. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. العجيب يا أخواني، الله يبتلينا في قلوبنا ليعلم الله عز وجل هل نخافه ولا لا. خلينا نضرب مثال الآن شيخ نايف، الآن كلنا معانا جوالات صح؟ الله عز وجل يبتلي خوفه في قلوبنا، هل نخافه وندخل الجنة أو نعصيه وندخل النار؟ كلنا معانا جوالات، ويأتي رابط يغضب الله. الآن الله عز وجل يبتلي، هل نخافه بالغيب أم لا؟ الجوال خاص بك،
وعندك رقم سري ما حد يقدر يفكه غيره. ويأتي الرابط الذي لا يرضي الله، هل تمسحه وترضي الله ولا تتفرج؟